مشاهدينا الكرام، اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، مساء الفل للناس الكل الى اجواء البطوله الاسبانيه وهذه المباراه القويه في هذا الملعب بينيتو فيامارين في المقاطعه الاندلسيه، والتي ستجمع بعد لحظات المستضيف ريال بيتيس بالضيف برشلونه لحساب الجوله 23 من الليغا. اجواء جماهيريه مشتعله وقويه في مباراه من الانتظار ان تكون باصعب اختبار على نادي برشلونه. البارسا في اصعب اختبار خارج الديار، خاصه بعد العواصف العاتيه داخل البيت الكتالوني بسبب الغضب الساطع للعالمي ليو ميسي تجاه مسؤول الكره الاول رياضيا في برشلونه الفرنسي اريك ابيدال. البارسا كذلك للعالمي ليو ميسي تجاه مسؤول الكره الاول رياضيا في المرمى للتير شتيغن. أمام الكرة الألماني وخوزي غالييغو غارسيا، كرة ممتازة تعدي بالإسباني 50 عام لفريق ريال بيتيس. هذا ليو يعدي وربما الإنذار، الحكم ماذا يقول؟ يقول ألعب، ليست مخالفة لليو. هجوم معاكس، كرة غدارة لكن راح بالمرة. نبيل فقير وكرة، نبيل فقير يريد ضربة الجزاء، يريد الفيديو، يريد الفار مشوار. هذه الإعادة، اليد اليسرى ليك، ماذا سيقول؟ نعم، ضربة جزاء فريق ختافي لن يلعبها كانالاس. جول، الهدف الأول بألوان خضراء، الأقدام الأندلسية قوية ونارية، وأول أهداف ستأتيكم تباعا أهداف أخرى، لكن الواقع وهذا الزمان يقول ريال بيتيس رواية من الإثارة لريال بيتيس. كان الكل يتوقع تأمين من سامويل أومتيتي اللي عود ميسي وكورة جول. شو هذا؟ يا شنو هذا يا هولندي؟ أي كورة من زمان العمالقة؟ شوفوا كرة ليو، شوفوا كرة ليو، وعده وعده، كرة زمان لكبير اللاعبين نجم الأرجنتين يتسلطن بكرة خرافية، بكرة بالمليمتر يا حبيبي على سيميدو وسيرجي روبرتو. ولا ربما الإنذار بوسكيتس، لأنه هذا الحكم قلت لكم مشاهدينا الكرام خوزي سانشيز مارتينيز. نبيل يحاول الهروب في حوار فرنسي، ميسي يوسع، تدخل دفاعي جونيور فيربو، غريزمان كرة بعيدة، تحمل المسؤولية لكل شخص داخل برشلونة إن كان برشلونة للأصفر الألماني بروسيا دورتموند، والحكم يخلي مبدأ تحت الفرصة. نبيل فضل يمرر كرة في القائم الثاني، سيرجي روبرتو بالتحضير، روبرتو لوسط ميدان ريال بيتيس، يغير عيسى ماندي، ليو يا سلام، غريزمان روبرتو يوسع، استلام من ويليام كيرفا، فرانكي ديونغ في فورمة كبيرة من اليسار لليمين، ميسي وجوان روبلس، كرة رائعة من غريزمان لليو ميسي، والأرجنتيني ضيع الهدف الثاني مرة أخرى. لا 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 لا، هنالك راية متأخرة على ليو ميسي. ليو بنفس المواصفات، نسخة كربونية لهدف فرانكي ديونغ، كرة في عمق دي، إمكانية جيدو غونزالا رودريغيز، تعود ترجع بوسكيتس، هذه الكرة نبيل في هذا الليل، نبيل في هذا الليل، جول 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 جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ نبيل المدمر في هذا الليل، نبيل
عازف النيل نبيل بصاروخية جزائرية فرنسية يدك الروابط الكتالونية. نبيل فقير غني بأقدامه، موهوب في ميدانه، باليسار جبانه، ميسي 14 جول، تصدي من أليكس مورينو، من نبيل فقير في شباك ألمانية لتير شتيغن والثنائية الأندلسية. ليالي الأنس أونتيتي وكليمون أونجلي وبرناس ويليام كارفالو، منطقة تاريخية لفريق برشلونة أمام ريال مدريد. نبيل يحيى فيدال، ورقة ورقة صفراء لأرتورو فيدال. ليلة الليالي لهذا الخيالي، هذا الخيالي. ميسي وعيسى مندي أو مزا خوان مي المغربي زهير فدال وفيلا نشينيور فيربو قوي. إيميرسون سان الانذار، تهور واضح من البرازيل إيميرسون مع جينيور فيربو، وانذار على إيميرسون البرازيلي ليو ليوسا. شوف الكرة، شوف حكم لم يترك مبدأ إتاحة الفرصة ويعطي مخالفة. خوزي سانشيز مارتينيز كان قريب من الارتماء بالرأس لولا عيسى مندي الكابتن الجزائري لفريق ريال بيتيس. كاناليس يوزع سيرجي روبرتو، يا سلام يا سلام على نبيل الفنان. كرة ممتازة لألانيا وكرة باتجاه نبيل سوبرتا. حكم يأتي المخالفة، ميسي براس غريزمان. برشلونة بخمسة أهداف بهدفين، تصدي جوان الرملة يحضر وعلينيا. شنو هذا؟ صعوبة في هذه الأراضي الأندلسية. ورقة، يلزم الورقة الصفراء بكل تأكيد. عيسى مندي كابتن نادي ريال بيتيس ينال الورقة. كرة طويلة، جول! ماذا يقول الحكم؟ خوزي مارتينيز، هدف التعادل لبرشلونة، هدف التعادل. بوسكيتس جول، بوسكيتس جول! برشلونة مارك باردرا لا يتمكن من الهروب. كرة ليو رايعة من ليو وأروع من جويل رابليس. كرة أول مرة للأسف، 29 عام. كرة جول ليو، كرة اختراع وإمكانية فرانكي. طويلة الكرة بالرأس، يخسرها الكرة ليو ميسي. فرانكي كرة رائعة على مرة ثانية، دفع واضح من بورخا. كرة الفيدال، لا كاناليس يضيع الفرصة. غريزمان صعبة هي الكرة على ألينا سياس ونبيل فقير. بورخا نبيل، لا 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 لا، باعتبار الليلة 7 انتصارات، 8 تعادلات، 8 خسارات. ورقة صفراء الآن للتغييرات، خادمة جوردي ألبا. المضل الهدفين، هذه كرة وين من ميسي، وين التصدي. تغييرات قادمة بقرار روبي. المخالفة لجريت يراوغ ميسي، وكالعادة جويل روبليس يتصدى ليو. خامس ركنية لبرشلونة والمخالفة ضد بوسكيتس. الآن ما
ميسي مرة أخرى. ليو كان سجل هدف بنفس الطريقة في شباك ريال بيتيس، لكن هذه المرة لم تتكسر الجرة. كرة ليو وبالرأس، جول كليمون لونغلي، جول كليمون لونغلي، جول برشلونة